طيب السلام عليكم يا رجاله، فيديو جديد. فيديو النهارده هبقوله عن حظر الارقام. طبعا بعد ما النسخه حظر الارقام والناس كلها عرفت النسخه وقفت بعد ما نزلنا الطريقه 3 او 4 ساعات، فالنسخه وقفت وما بقتش بتحظر ارقام. قلت لك النهارده هبقوله ابلكيشن اجنبي، تمام، مش عارف هندي ولا ايه، تمام. فالابلكيشن ده برو بيحظر اي رقم في حوالي 5 6 ساعات، يعني من 5 6 ساعات بعد ما تعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي فالرقم هيطير، تمام. يعني بلاش حد يستعملها في الشر، يعني لو حد اذيك بس استعملها فيه وكده، تمام. بس قبل ابدا ابروف شرح الابلكيشن، صل على النبي واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس عشان يصلك اشعار بكل جديد بنزله. خش في شرح الابلكيشن على طول يا برو. طبعا الابلكيشن هسيبه لك بلينك مباشر في صندوق الوصف، تمام. ده الابلكيشن، ويت كده يا برو، امسح كده، تمام. الابلكيشن اهو يا برو هيفتح معاك بالواكه دي كده، دي واكه الابلكيشن اول ما يفتح معاك، تمام. هيفتح معاك كده يا برو. اول حاجه يا برو عندك كوبي ذا فيرست كود، اضغط عليها كده يا برو هتتحفظ معاك، تمام. تاني حاجه دي مالكش دعوه بيها. تالت حاجه يا برو تكتب الرقم اللي عايز تحذره. انا افترض مثلا الرقم ده كده، اي حاجه مثلا عشان الفيديو كده، هتكتب كوبي ذا كود، تمام. فهتخط كوبي صح، هتدوس يا برو على الايميل كده، كلمه الايميل دي كده هتدخلك على الايميل الشركه. شفت يا برو الكود اللي خدناه الاول اللي هو ده كده، اللي بتاخده كوبي الاول حاجه، تمام. هتشيل زائد 92 دي وتحط زائد 2 لو هو مصر، وتحط الرقم اللي عايز تحذره، وليكن مثلا الرقم هو اللي عايزين نحذره، تمام. 10 عشان مثلا الرقم ده كده، ناخده كوبي تاني عشان هنحتاجه تاني. ادي ناس، تمام. شفت بقى الكود الاخير اللي خدناه كوبي قبل ما ندخل على جميل الشركه اهو، تمام. فكل اللي عليك يا برو هتعمل ايه، هتمسح دي كده، حط رقم الدوله بس بتاعك، تمام. اهو لو انت من السعوديه مثلا هتكتب رمز كود دولتك، ولو من مصر زائد 2 او زائد 20، تمام. فبس كده، فبتعمل كده وتدوس سند على طول، فالرقم هيطير في اقل من 6 من 5 6 ساعات، وانا مجرب الطريقه دي، تمام. ادوس سند كده فالرقم هيطير، تمام. طبعا الابواب بتاع الابلكيشن ده ابلكيشن اجنبي عشان محدش يهبد في الكومنتات يقول لي سرقه ومش سرقه، تمام. فهو ابلكيشن اجنبي خدته منه عشان اشرحه لكم كده، فبيطير ارقام يعني، فشغال يعني، تمام. بالنسبه لحظر الارقام، الفك حظر الارقام، في الناس اللي كلمتني في 5 ارقام اتفكوا، تمام. طبعا كلمني فوق 70 واحد، فمش عارف اعمل جيميلات واحط ده كله، تمام. في 5 ارقام اتفكوا، فاللي كان بعت لي رقم يخش يشوفه اتفك ولا ايه، تمام. تمام. بالنسبه معايا طريقه تانية اللي هي الفك الحظر، تمام. لو لقيت دعم على الفيديو ده هنزلها، او قول لي في الكومنتات لو عايزين تنزل، عايزين ننزلها، تمام. بتفك اي رقم برضو بالاثبات برضو في كل فيديو، تمام. بس هبرده كان فيديو النهارده، مش عايز بقى تدوس لايك وكومنت لو عجبك الفيديو. يلا اخواتي شوفوا الفيديو الجديد، يلا سلام.